ايه مش احسن دلوقتي؟ الحمد لله احسن كتير. تاخد بكره كمان راحه وبعدين؟ لا انا عاوز احضر بكره ضرب النار. وإذا رجع لك دوار البحر؟ انا خلاص انا ما بخافش من البحر، انا بحب البحر. انا مستعفى عن اللوترية دي. لا تركب رأسك، ادفع بالتي هي احسن. لا ثم لا فلا. يمكن تكسب يا رجب، جرب حظك. ما انا جربت وعرفت يا منير. طيب انا هسلفك الجنيه وتبقى تدفعه لي بعدين. مش دافع. سعيد الحظ، بعد ثانية واحدة هيكسب 150 جنيه، تحبوا مين يسحب القرعة؟ رجب! رجب! تعال يا رجب، بسحب ورقة من دول. سحبنا يا فندم. رجب شعبان رمضان. انا ما دفعتش حاجه. دفعنا لك انا وعبد البر. ايدك بقى على الجنيه يا حلو. الله. كل الورق مكتوب عليه اسمي، كل ده علشان المهم الفلوس اهي. وادي كمان تصريح بيومين يعني تقدر تروح تتجوز. يلا بقى يا حلو، يلا. هيا هيا. Thank you.
سافر. خلي ليلتك تفوت. لا خلي ليلتك انت اللي تفوت، ده انا متعلم لك المصارعه الياباني علشان ندشدشوك. مفيش لزوم يا رجال. مفيش لزوم يعني ايه؟ عمرك شفت واحد يشتري عروسه بفلوسه الا اذا كان قلبه زفر؟ ولا انت. اوعى تمد ايدك عليا احسن تتحاكم جنائيا. ودي مرجاله دي انك تتحاكم في بدنتك. بس يا وليه يا مريوحه يا حلمبوحه. لا ما تشخطش في ضيوفي. ضيوفي في مين اللي مش عاجبه؟ يلا في 60,000 داهيه. انت جارلك ايه يا رجل؟ انا زي الحديد. اسكت انت، انا جاي نوفي الدين اللي عليك وافك سجن بنت عم من الشايب العايب جوز الاثنين ده. معلم حنفي، انا ساكت اكرامية للعروسة ولك، لكن وخلق الخلق الولد ده ما يزود بكلمة تانية لكم بريء من دمه. رجب يا ابني، كلمة واحدة مفيش غيرها. 150 جنيه اللي بعت له بنتك فيها اهي، بس ما تكتبش الكتاب اهي اهي. فلوس فلوس. ما تطلع المهر يا سبع البرومبا وتيجي تكتب الكتاب بذلك. راجل، ما تجيبلي الفلوس من ابن اخوك يا معلم حنفي. هاتلي منه 150 جنيه. خرس ليه اللي كان جاي يعمل له غاغه؟ كتبتنا وعزتنا ده يتعرك يا بعيد. دق يا مزيكا حزيني. وعلى المخزن وصلوك يا سي رجب. وصلوك ايوه حته بعربيه المعلم عباس. وماله، اني اولى بالحسنه من غيري؟ وكان المعلم ولا نساله في امه ونفسي نحرق دمه. اطلع. متشكر قوي يا ابو علي. العفو. وصلوك على فين بقى؟ على المينا، بس بسرعة. احمل معاك. انتوا جايبين لي هنا فين؟ اسمح لي انزل دقيقة واحدة. ايوه بس انا عاوز اروح المينا. دقيقة واحدة وهنوصلوك على طول. عن اذنك. اتفضل. الله، قولوا انتوا قولوا. قول المعلم السردين في امان. اتفضل. خد يا ابني. انتوا عاوزين رجب؟ ايوه باسرع ما يمكن. نزل من شوية. اسرعوا. يا معلم ما شفتش رجب؟ شفته، ركب عربية المعلم عباس لكن ما نعرفوش راح فين. اهي العربية جت. وديت رجب فين؟ هترفض الإجابة؟ إذا في الأمر سر. لا ما تسوقوش كده، ده هقول لنا كل حاجة في السكة، ده راجل طيب. قول أنت. أنت. أعمل راسك براس المعلم عباس يا كلب. هو ده العنوان؟ اجب يا حبيب. سيبوه دلوقتي يفوق لوحدي. Thank you.
شاطر. مش عيب ها؟ مش عيب تضرب هذا؟ عمامك بالك. عطشي. اطلع 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 اطلع. الحمد لله جت. زقوف البوليس البحري. انا الشاويش عطيه ابو الروس. روق يا روق. اللي انت عاوزاه حيتنفس. انت بتوافقها على عقلها يا راجل؟ اسكت انت. اسكت على تخريفك اللي انت بتخرفه. اخرصي. عفاريتك دول مانيش عاوزهم يظهروا تاني. انت دينتيني وخربتي بيتي. الراجل اللي بره دي مش هيتجوز بنتي لا الليله ولا بكره ولا بعد 100 سنه. انا كنت في غفله وصحيت. قلت ايه؟ هم مش راضين ينصرفوا؟ طيب انا هخليهم ينصرفوا. ايه في ايه؟ شوفي في ايه؟ خير يا جماعه خير. في ايه؟ روحي من قدامي يا وش النصايب. اوعي تفتحي بوقك لندب اصابعي في ناظرك. ايوه جرى ايه يا معلم حافي؟ ست نواعم مالكيش دعوه. هو حر فيا. انا مالي ان شاء الله ياكلك. امر الحجز معاك. ابقى تعال الصبح نفذه. كلام اللي بتقوله ده يا معلم حانة؟ هي كلمه. انا عقلي رد في دماغي. مفيش كتب كتاب. مفيش كتب كتاب خالص. انت بتكلمني انا؟ ايوه بنكلمك. بنكلم عباس الزفر. امال بيتكلموا مين؟ فتح عينك كويس. لاجل العيش والملح اللي مقسمينه سوا. شوف مصلحتك يا راجل. انا ما نشوفش الا مصلحه بنتي بس. يعني بتعاديني؟ انا ما بنعاديش حد. بنتي مش قبلك وخلاص. لا الكلام ده كان قبل الفرح. كان قبل المعازيم. كان قبل المعلمين الكبار اللي بره. انا نطلع لهم نفهمهم. انا مش مفتري يا معلم عباس. انا قبت بنت واحده نيه ما حلتش غيري. شوف يا معلم حنفي بشرفي انا حمسح بك السوق مسح وبتشطر وبيع طرد واحد. اما ناديه هنتجوزوها غصب عن حباب عينيك. هنتجوزوها بالذوق بالعافيه. هنتجوزوها. معلمك هنا؟ لا. والنادي واذا كان هو اللي بيتجوز؟ انا ما نعرفوش شيء. ما تعرفش ازاي؟ ما تعرفش ان ده جوزي وعندي منه ثلاثه. وانا عيشي وملحي ما تعرفتوش؟ ولا دلوقتي ما بقتش في راجل محل يكلمني هو مين؟ فوق. نخطبولك. انتوا جايين تعملوا ايه هنا؟ جايين نعمل الزفر ونطلب البل ونفرج عليك عبيده. شوفي شغلك يا جميلة. جميلة جميلة. زهراتي. لا لا زهراتي بقولي. التشاجر مع المدنيين. معلش ما تزعليش. كلها 48 ساعة سجن وهرجع لك صاغ سليم الساعة 7. يحبسوا فلان الدخلته ما انتوش قادرين تحشوه. ايوه بس اصل انا محبوس زيه تمام يعني.
تجمعت المتاعيس مع خائب الرجاء. Thank you.